إن لذة العبادة ليس بكثرتها ولا بالإطالة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجده فوجد فيه حملا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا لفلانة يذكرون من صيامها وقيامها، فإنها إذا طال عليها المقام اعتمدت على هذا الحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه.